يا مساء الخير لكم مشاهدينا. باليوم السادس عم نطلع عليكم لحتى نقدم لكم كل الأجواء الرمضانية العائلية ونكون بفائدة ومتعة بهالساعة يلي نحن منقضيها على الهواء المباشر معكم ضمن رمضان بيجمعنا. مساء الخير يا آية. مساء الخير لك ورد. مساء الخير لكم مشاهدينا. يعني الأيام الباقية من شهر رمضان رح تمر بسرعة بدون ما نحس، خلونا نستغل كل يوم فيه ونعيشه مثل ما الشهر بحب وبيتطلب. يمكن بأوقات كتير ورد بنفكر إنه نحنا نقضي أيام شهر رمضان بطريقة اللي بتريحنا وما تكون بتسبب لنا أي إزعاج بحياتنا، وما بيخطر لنا إنه لا، لازم نجرب نعيش رمضان مثل ما رمضان بيريد. تماماً. كيف بيريدنا رمضان؟ بيريدنا نحنا عم نفيق بكير، نشتغل، نسعى بمناكب الأرض، نعمل، ندرس. هاي العبادات والعادات والتقاليد يلي نحنا ورثناها عن أجدادنا وعن أبائنا، والشرع الإسلامي كمان بيشدد عليها. يعني أيام معدودة بتفتح فيها الجنة أبوابها وبتغلق النار أبوابها. دائماً الاستغفار هو اللي لازم يكون مرافقنا ليل نهار خلال هذا الشهر الفضيل، والطاعات والعبادات هي فرصة للتوبة والتقرب من الله عز وجل. رمضان كريم لسادس يوم. ما في شك بأنه برمضان بصير للشوارع والحارات يعني بتحس شكل تاني عن جد، من بسطات العصير، محلات الحلو والمعروك وغيرها، وكل هالأجواء المميزة اللي دائماً بترافق كل محافظة من المحافظات السورية. على طول عم نزور المحافظات السورية برمضان يا آية. اليوم رح نروح على محافظة طرطوس الحبيبة وأسواقها القديمة ونشوف المشروبات التقليدية كيف عم يتم تحضيرها وأجواء رمضان بهالمدينة المحببة. المشروبات والعصائر الطبيعية الشعبية مكانة أساسية على موائد شهر رمضان المبارك، إلها طقوسها وأوقات خاصة لصناعتها وبيعها بمدينة طرطوس القديمة. مع بدء شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، بتعيش مدينة طرطوس القديمة أجواء وطقوس رمضانية جميلة، حيث تنتشر في المحال وعلى البسطات المتنقلة العصائر الطبيعية على أنواعها من الجلاب، العرق السوس، والتمر هندي وغيرها من المشروبات الرمضانية التي تباع بشكل خاص خلال هذا الشهر الكريم، حيث ينادي كل بائع لبسطته بأسلوبه الخاص وسط أجواء من الخير والبركة. زبين عم يجوا ياخذوا أولاد، في أربع أولاد عايشين من وراء البسطة كل شهر، يعني كل سنة برمضان إنها الشهر معيشة. بس تمر هندي بشتغلوا أنا، والسوس بشتغلوا أنا، وعصير البرتقان فريش طبيعي، والتوت وعصير الجزر. انا واخواتي صرنا زمان يعني بهالمصلحه، وكل موسم الحمد لله بنشتغل فيها، واجواء رمضان الحمد لله بهالحاره بالمنطقه كلها هي حلوه وكويسه. من 40 50 سنه بهالمصلحه، واجواء رمضان قبول الحمد لله تمام. قبل الافطار في ناس رايحه جايه وكل شيء الحمد لله هون تمام الحمد لله. طبعا مو كل رمضان انا بوقف، بس انا بساعد زوجي بنشتغل تمر هندي وعرق سوس وجلاب وورد وبردقان، ويعني تعرفي نكهة رمضان. هلا عمري 60 سنة، من لما كان عمري 7 وهيت على الدنيا هذه شغلتهم، العيلة متعودة عليهم وبيعطوا بهجة رمضان هون ولاد السمير. يعني هلا نحن صرنا أكثر من 20 سنة بناخذ من عند العم أبو محمد هون عصير طبيعي وعرق سوس، الأولاد متعودين عليه يعني صاروا بميزوا طعمته. تجمع أكثر شيء برمضان بالنسبة لمدينة طرطوس بيكون بهالمنطقة هي، هو هذه العصائر هذه لابد منها، بتلاقي اكثر من كذا بائع هاني بالمنطقه هذه، والمناطق الشعبيه كافيه بالطرطوس بتكون محصوره بهالمنطقه هاني اكثر شيء. للمشروبات والمرطبات الشعبيه مكانه بارزه على موائد شهر رمضان
لما لها من فوائد صحية وغذائية. بتساعد الصائم على تحمل ساعات الصيام الطويلة، حيث تشكل هذه المشروبات الرمضانية جزء هام من طقوس وعادات الشهر المبارك. رمضان شهر البر والإحسان، ومثل ما هو شهر عبادات فهو أيضاً شهر صلة للأرحام، وبتكثر فيه الزيارات الاجتماعية لأنه هي بتكون أكيد من الأمور المستحبة والواجبة. الزيارات الاجتماعية يا آية فعلاً هي من الأمور يلي بتخلي صفرة رمضان أغنى أنجل. وبتحقق المطلوب من هذا الشهر، شهر الرحمة والتلاحم والاجتماعات، وكرمال هيك لازم يكون فيه لياقات اجتماعية بالزيارات. هاللياقات الاجتماعية الإسلام بيعلمنا إياها وبحث عليها، من آداب الزيارة لأخذ المواعيد لحتى نكون ضيوف خفاف الظل عند الناس اللي بدنا نروح عليهم. صحيح. وأيضاً لما نستقبل الناس نكون كرام باحترام. كل هالتفاصيل عن آداب الزيارات خلال شهر رمضان المبارك رح تكون معنا فيهم الأستاذة بارعة العطار، خبيرة باللياقات الاجتماعية، لحتى تجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. رمضان كريم، أهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم ورد، رمضان كريم آية، ينعاد عليكي، وأهلا وسهلا فيكي دائما معنا على قناة سما. عم نحكي قديه عن جد حلوة الزيارات برمضان، وقديه هي شيء أساسي، وقديه بننبسط لما منعزم حدا أو مننعزم عند حدا، بس في بعض الأخطاء اللي عن جد ممكن يعني ما تخلي هالزيارة تكمل، خلينا نقول مثل ملازم. خلينا نحكي بداية عن الآداب بالزيارات بشهر رمضان، هي بتفرق عن أي زيارة تانية عادية أو أي عزيمة تانية عادية؟ تمام. هلأ الحقيقة المقدمة اللي قلتوها كانت كتير حلوة وكتير عطتنا شيء حلو إنه نحكي عنه. نحن مثل ما بنعرف إنه رمضان شهر الخير والمحبة والبركة، لهيك بتتوطد فيها العلاقات الأسرية اللي دائما تكون فيها. أحلى شيء فيها إنه هذا الوقت الوحيد بالسنة اللي كل العائلة بتجتمع فيها بوقت واحد، ما في حدا عنده شغل، ما في حدا اليوم داوم، هاد بيجي بهذا الوقت، هاد بيجي بهذا الوقت. أكيد أكيد عنا أصول، أكيد عزايم البيت إلى أصول، إذا بدي إجي عايد اللي في أصول. أول شيء خلينا نحكي شوي على مبدأ أنه أنا بدي إجي عايد بشهر رمضان. خلينا نحكي أنه أنا إذا بدي اتصل تليفون بدي استنى أول 5 أيام من رمضان حتى الناس اللي بدي روح لعندهم يكونوا قالشوا شوي على جو رمضان وأخذوا على الجو. طبعاً بتصل باخذ موعد، مدة الزيارة لا تقل عن ساعة، مو أكثر من ساعة ونص، ساعتين ماكسيموم. هاي إذا بدي أخذ موعد لهي. طبعا انا بحدد الوقت انه انا بعد الافطار بدي اجي بالوقت اللي نحن بنسميه لا هو وقت السحر ولا هو وقت الافطار، هو وقت التسالي اللي نحن بنحكي او الجمعات الرمضانيه، يعني من 10 المساء مثلا لل 12 بالليل، مش اكثر من هيك ابدا، لانه بالنهايه انا يعني اصحاب البيت كمان بدهم يرتاحوا، هن مثل ما انا كنت صايمه هن صايمين وعم يستقبلوا ناس وكذا، فبدي حدد الوقت انه بدي اجي، بدي احكي اذا معي اولاد ولا ما معي اولاد. تمام. الاحاديث اللي بنحكى تماما هلا حنحكي فيهم بالتفصيل. الاحاديث اللي بدنا نحكيها هلا، اذا كنا حابين او مدعوين نحن على حفل عشاء او افطار بالبيت، هذا كثير كثير له تقاليد معينه خاصه بشهر رمضان. بكل الأوقات فيك تجي مأخر شوي، إلا هون بدك تجي قبل الإفطار بعشر دقائق. لازم تحترم هذا الموضوع وإنك تكون بعشر دقائق. أنا مو جاي أكل وأمشي وأعمل فرض وأمشي، جاي أقعد. هلأ بالنسبة لست البيت، أول شغلة إحنا ما بنقعد على الطاولة إذا ست البيت ما قعدت. تماماً. ثاني شغلة، في طبعاً في عبء كبير هو على ست البيت اللي هي عازمة، لازم نحن ننتبه عليه. أول شيء نحن إذا قاعدين على الطاولة، طبعاً ست البيت هي مراعية إنه اللي عازمتهم عملت لهم كل الأصناف، يعني اللي مثلاً اللي بياكل فيجيتيريان، بياكل خضرة، بياكل لحمة، بياكل لحم أبيض، اللي ما يعني بدها تعمل كل هدول. سائلين أو عارفين. تمام، يعني. لا هو بالإجمال أنت صايم بدك تعملي له كل شيء، مشان اللي ما بياكل من هذا بياكل من هذا بياكل. هلا هون شوي عم نحكي عن العزيمة اللي فيها شوي تباعد، ما فيها عم بعزم أخي وولاده، مو عم بعزم أختي وولاده مثلاً. حتى لو عازمة أختي وولاده ورد، بقعد أنا على الطاولة، أنت بتعرف الصايم ما بيعرف عم يطبخ، أنا إذا ما لقيت مملحة ما بطلب بلح. ما بقول لها إنه أكلك اليوم دلع، ما بينفع. طب ما هي بالنهاية صايمة وعم تشتغل، يعني ما بيصير هذا الكلام. انتقادات هي. تمام، انتقادات.
ليش قلنا بنجي قبل بعشر دقائق مشان نقعد معها وهي ست البيت او صاحب البيت يعني المضيف ما بيستقبل بتياب البيت انه يلا دنيا رمضان وانا شاغل وهي هي يعني في طقوس معينه دائما حتى لو مثل ما قلت ورد انه نحن اهل ولا اصحاب ولا اخواتنا في جو عم يفرض حاله اللي هو جو رمضان تمام. بالنهايه هي الجمعه حلوه وشو بيقولوا رمضان الخير والرحمه صح. يعني نحن عم نحكي عن عزيمه يمكن تمرق مره كل 15 يوم برمضان او مره برمضان كله فلازم اكون انا اذا عم افتح بابي بشهره مثل ما بنقول اذا عزمت وطعمت فاشبع يا اما خلي اهلي بمحليه ويا مثلنا تعالوا لعنا وبنقعد على سفره احمديه. طيب خلينا نحكي بجو العيله اكثر. رمضان جو العيله اول كم يوم من رمضان صرنا ستة رمضان هلا الناس بلشت تعزم وتنعزم. امبارح حطيت ستوري على الانستغرام عزمتوا عزموكم والله معظم الناس لا انعزموا ولا عزموا يمكن الضائقه الاقتصاديه على العشر الاول لا ينبش شوي وفي ناس قالوا الضائقه الاقتصاديه اليوم ما عم تساعدنا انه نعزم او ننعزم فلذلك اليوم عزمت مثلا الجده بناتها واصهرتها واحفادها واولادها راحوا على بيت العيله لحتى يفطروا كلهم سوا. شو مفروض من اللياقات الاجتماعية يصير هون؟ أول شيء نحن مفروض نسأل إذا عزمت إنه نحن لازم نساعد مو ضروري أنا معزومة إجي خفي حنين وخلص إيد يعني ورا وإيد ورا كمان إيه فيني أنا أسأل تيتا مثلا إنه شو ممكن أنا ساوي لك أنا شطورة بهالأكلة إذا كل واحد أنت قلت الجدة والجد إنه هن اللي عزموا إنه الكبارية هلأ وبالإجمال أنت بالأحوال العادية ما بتروح أي زيارة أو أي دعوة عشاء ما تاخد معك شيء كيف برمضان يلي هو شهر البركة والخير يعني أنت شهر الأكلات الطيبة الأكلات الطيبة هو بس الأكلات الطيبة يعني من الصغير للكبير في عندك طقوس رمضانية ما بيصير تطلع عنها أنه أنا ما فوتوا إيدي فاضية أبداً. هلأ إذا أول شيء أنت لازم تسأل أنه أنت ما لا نفترض أنت بدك تجيب في نوع من الحلويات بدك تجيبه يمكن هي صاحبة البيت جايبته لا أنت بتسأل أنه أنت جايبة هذا الشيء ولا مالك جايبتي مشان أنا أجيبه. إذا هي قالت لك إنه ما تجيب شيء وحلفت عليك فيك تجيب للأطفال الصغار لأنه أنت بتعرف إنه إحنا منشجعهم حتى بزينة رمضان حتى بصفر رمضان للأولاد الصغار إذا بتتذكر وقت كنا صغار إنه أول ما نصوم يعملون لنا هذا الشيء شغلات مفاجآت حلوة نحبهم تحفيز. هلا إذا صار إنه ست البيت قالت لك إنه أبدا وما هي أنت بتجيب شغلة للبيت شغلة ممكن تضل للبيت المهم إنه برمضان ما بتجي إيدك فاضية أبدا 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 ما قدرت تجيب شيء جيب تسالي جيب هدول النقارش اللي بعد الأفطار كيلو عوامي يعني شغلة عملة في خيارات كتيرة يعني ممكن هلا أنت فينك تاخد هيك سلة فيها مشمش وزبيب وتمر ما زهر ما ورد فيك تاخد شراب الجلاب رمضان كريم تماما رمضان كريم لازم أي هيك نفوت بإيدنا شيء مستحيل يعني وبنرجع بنقول رمضان بيجمعنا كثير حلوه الشاره انه رمضان بيجمعنا لانه هي عن جد بهيدا الوقت انه بنقعد بنكون كلياتنا مع بعضنا في تسامح بتحس جو رمضان غير في له طقوس معينه يعني ما حدا بياكل لقمتين بيقول لها انا رايح عندي موعد تمام. صح ولا لا قاعد ليقدم ليخلصوا يتفرجوا حزورة رمضان يشربوا الشاي مع بعض لا جو غير اي عزيمه غدا او عشاء عاديه لا تمام. هو جو الفطور بيكون غير. طيب نعزمنا ورحنا على هالعزيمه اللي هي ما حنقول نحن رايحين عند حدا كثير قريب مننا لا هن يعني ممكن يكونوا رفقاتنا عازميننا يعني في كثير حالات ممكن تكون. طيب ما بعد هي العزيمه في ناس بتلاقيهم هيك عندهم لهفه فبتقوم بدها تساعد وتحمل وتروح تجلي وتساعد ست البيت وتلاقي يعني بتلاقي عنا هي الطاقه انه نحن لا بدنا نساعدكم بكل شيء. في ستات بترضى في ستات ما بتحب انه حدا يفوت على مطبخها مثلا او تشوف بالاتيكيت خلينا نقول شو الافضل بهي الحاله نحن نعمل شوفي حسب علاقتك انت والشخص اللي رايحه لعنده في عندك اريحيه هلا في حدود دائما باي شيء يعني انت مش كل الناس بتحب انك تفوتي تشوفي مطبخها بركي هي معجوقه صح. وما رتبته وحطت الاغراض بسرعه بس هي بالاحوال العاديه مرتبه فهي ما بتحبك تشوفيها انه ما لها مرتبه طيب انا تمام هلا انت دائما بتسالي دائما بتسالي بتقولي انه ممكن ساعدك ممكن كذا بعدين بحسب اولويتك انت للمضيفه يعني حسيتي انه انت في قربه انت وياها هلا انت ممكن تساعديها تقولي حطيت لك اياهم هون انت بتدخليهم لجوا كذا بس بجو رمضان بالذات
مطلوب المساعدة. يعني هي إنه تأكل وتقومي وتعدي وتمشي؟ لا لا، لحقلك يعني كلياتنا لازم نأكل مع بعض مثل ما هي صايمة، نحنا صايمين. يعني دائماً نحنا منشوف إنه أمهاتنا عندي عزيمة رمضان دو بيحضر لها، شفتي؟ إنه من قبل ما يجي رمضان عم تحضر لعزيمة رمضان. مو سهلة أكيد، لأنه عزيمة رمضان يعني إلى طقوس معينة، وأنتي بدك تعمي العالم كله أكل سخن بوقت واحد، كله صايم، ما فيك تقولي إنه أنا أتأخر. بحلقات قادمة معك أستاذة بارعة رح نحكي لما بدنا ناخذ أولادنا معنا بالزيارة، رح نحكي كيف بدنا نرد الزيارات لبعض، رح نحكي عن العزايم على السحور، عن العزايم على الفطور أيضا، ونحكي عن الأخطاء المرتكبة خلال الدعوات، وممكن نحن نطلب موعد لنزور ويقولوا لنا ما لنا فاضين هلأ، كيف كمان منرد العزيمة أو منعتذر. هي كله بأسابيع مقبلة وما لا بعيدة. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا ورد، شكرا آية. أهلا وسهلا، أهلا فيك وانا. شكرا لك. لشهر رمضان فضائل ما بتكون مالة كتيرة أبدا، لا هي كتيرة جدا ودائما ما بنقدر نحصيها. فشهر رمضان هو شهر الحكمة وشهر فرض الله عز وجل الصوم لتهذيب أنفسنا، وأيضا هيك استشفاء لأجسادنا، مو بس بسبب امتيازاته الروحانية وإنما أيضا بسبب فوائده العديدة على الجسم والصحة، وهذا منأكد عليه بفقرات التغذية برمضان بيجمعنا. طبعا ورد، على مدار السنين عملت دراسات كثيرة لمعرفة فوائد الصيام على صحة الإنسان، وبالتقرير الجاي اخترنا أبرز هاي الدراسات لحتى نعرفكم عليها ونعرفها احنا وياكم مع بعض. طعامكم دواؤكم ودواؤكم في طعامكم، مقولة ارتبطت بأبوقراط الملقب بأبي الطب، واتفق معها الطبيب العربي الشهير ابن سينا، وأيدتها رحلة العلم الممتدة عبر التاريخ البشري واللي ربطت بين الغذاء والحالة الصحية للشخص سواء من حيث جودتها أو إصابتها بالأمراض. فأظهرت الأبحاث الحديثة وضوح الدور العلاجي يلي يمكن أن تؤديه بعض التدخلات في نمط الحياة وعلى رأسها نمط الغذاء. فمن بين الأنظمة الغذائية بيحتل الصوم على اختلاف أشكاله وصوره فوائد الصوم الروحية، في حين بتتباين وجهات النظر العلمية حول الفوائد الصحية لأله. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بكلية بايلر للطب بالولايات المتحدة لفهم تأثير صوم المسلمين باعتباره أحد أنواع الصيام المتقطع على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن الصيام من الفجر لغروب الشمس يمكن أن يكون عاملاً وقائياً وعلاجياً مساعداً في أمراض السرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي. افترض الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية Journal of Proteomics أن الصيام المتقطع لعدة أيام متتالية دون تحديد عدد السعرات التي يتناولها الشخص له تأثيرات إيجابية على صحة البشر. من خلال دراستنا وجدنا أن الصيام المتقطع لعدة أيام متتالية بدون تقييد السعرات الحرارية بالبشر من شأنه أن يحفز البروتينات المضادة للسرطان والبروتينات المنظمة للجلوكوز واستقلاب الدهون والبروتينات المقاومة للسمنة والسكري والبروتينات المرتبطة بإصلاح الحمض النووي وتقوية جهاز المناعة، إضافة إلى المساعدة في علاج بعض الاضطرابات النفسية والأمراض العصبية مثل الزهايمر. والأهم من ذلك أن هذه النتائج حدثت في غياب أي تقييد للسعرات الحرارية أو فقدان كبير للوزن. كما كشفت دراسة مرجعية أن صيام رمضان بيحسن مستوى الدهون عالية الكثافة بنسبة بتتراوح بين 30-40%، وبيرتبط حدوث اضطراب في الساعة البيولوجية بحدوث تغييرات في التمثيل الغذائي الخاص بالجلوكوز والدهون، وكذلك في تنظيم المناعة وحدوث السرطان. لذا نعتقد أن هذا النوع من الصيام يعيد ضبط الساعة البيولوجية بالجسم. وبتبقى مقولة صوم وتصحوا هي المسيطرة على كافة الدراسات والأبحاث الخاصة بصيام رمضان. عندما ندعو الله عز وجل يستجيب لنا، هكذا وعدنا عز وجل في كتابه. فالدعاء جوهر الإيمان وسر التقرب إلى الله تعالى، يفتح طرقا مغلقة ويدرأ مصائب كثيرة. هو مخ العبادة، هو صوت يناجي به العبد ربه أن يا ربي استجب. لكن
ما هي أصول الدعاء السليمة القويمة الصحيحة؟ ما هو الدعاء المستجاب؟ هل يوجد دعاء يرد إلى صاحبه دون إجابة؟ هل هناك دعاء بوقت لا يستجاب ويستجاب لاحقاً؟ تساؤلات عديدة نطرحها على فضيلة الشيخ مصطفى رقوخي عضو الفريق الديني الشبابي. رمضان كريم، أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً، رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بك فضيلة الشيخ. يعني كما قلت بالمقدمة، هو مخ العبادة الدعاء. شرعاً واصطلاحاً ماذا نقصد بكلمة الدعاء؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم، ونبدأ بالدعاء. اللهم فرج عنا وعن بلادنا يا رب العالمين. الدعاء أستاذ ورد هو الطلب لغة، واصطلاحا هو أن تطلب من الله عز وجل حاجتك. فكل واحد منا له حاجة عند الله عز وجل، وكلنا فقير في هذا الكون، وخلقنا الله عز وجل نحتاجه في كل حالنا وأحوالنا. أن تطلب الرحمة من الله عز وجل، أن تطلب العون من الله عز وجل، أن تطلب المغفرة من الله عز وجل. فالإنسان في هذا الكون بحاجة إلى الله عز وجل، وليس لنا غنى عن الله عز وجل. فلو نظرنا إلى حالنا من الصباح إلى المساء، نحن مع الله عز وجل. إذا استيقظنا صباحا ندعو الله عز وجل أن يكون يومنا هذا يوما مليئا بالخيرات، مليئا بالأرزاق، بالإيجابيات. وإذا تناولنا الطعام دعونا الله عز وجل، وإذا انتهينا من الطعام دعونا الله عز وجل. إذا نحن مع الله عز وجل في كل حال من أحوالنا. تمام. الدعاء هو طلب العون من الله عز وجل، طلب الرحمة من الله عز وجل، وهو كما تفضلت في بداية حديثك أنه العبادة. وفي رواية أخرى أن الدعاء مخ العبادة، هذه العبادة التي أمرنا الله تعالى بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الله عز وجل هو الذي يرحمنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل قريب منا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تماما. نعم. طيب، هون رح ندخل بكثير أمور فقهية وشرعية، وندخل ببعض الأمور المستحبة بشهر رمضان الكريم. الله عز وجل لا يرأف بعبده إلا إذا دعاه وتذلل له، طالما الله قريب منا دائما. هلأ نحن عم نحكي شوية أمور فلسفية. طالما الله عز وجل قريب منا، بحاجة إنه نحن نتزلل لوجه الكريم حتى يلبينا؟ إن لم ندعه لا يستجيب؟ سبحان الله أخي ورد. لو بدأنا بتعريف الصلاة لغة، هي الدعاء. الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، إذن هو أمر من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية تحثنا أن نلزم الدعاء. والله عز وجل خلقنا لماذا؟ ما هي علة وجودنا في هذا الكون؟ خلقنا كي يكرمنا، خلقنا كي نعرفه، وإذا عرفناه اتبعنا نهجه. عندما تلجأ إلى الله عز وجل، والله الأمر مجرب. أنا أقول للناس قبل أن تنام تحدث مع الله عز وجل. يعني في واحد منا، لو تكلمنا بالعامية، في واحد منا مو بحاجة رحمة رب العالمين؟ في واحد يعني هذه الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، فيها أحزان، فيها أمراض، فيها أوجاع. طب ما الذي يغسل أوجاعنا؟ الالتجاء إلى الله عز وجل. أقول له تحدث مع الله، قل له يا رب، يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب أكرمني. انظر إلى الراحة التي يشعر بها الإنسان بعد هذا الدعاء. تمام. فإذا فيه امتثال لأمر الله عز وجل، ما في شك، أولا، وتذلل لوجهه الكريم. نعم. وتجسيد لمبدأ العبد وربه، بأنه العبد مطلوب منه دائما أن يعلق قلبه بالله، وأن يناجي الله عز وجل ليلا نهارا وعلى جنوبهم وبكل الأوقات يدعوه. طيب، نحن في شهر رمضان المبارك، أوله رحمة، هاي الأيام مباركة وساعات مباركة. بالنسبة للدعاء برمضان، يختلف عن الدعاء بالأيام العادية؟ ماذا نستكثر وماذا نختار من أوقات مباركة كي ندعو بها الله؟ سبحان الله أستاذ ورد، في رمضان الأجور مضاعفة.
يعني لو تقربت إلى الله بنافلة تحسب عند الله فريضة، وإذا أديت الفريضة تحسب بسبعين فريضة. وأيضا الدعاء من العبادات التي تضاعف الأجر أو تضاعف يضاعف الأجر فيها، لا سيما نحن في شهر رمضان، شهر الخير، شهر العطاء، شهر الرحمة. لذلك عندما تدعو الله عز وجل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم دعوته مستجابة حتى يفطر، دعوة مستجابة. الآن عندما تدعو الله عز وجل هذا الدعاء يقربك من الله عز وجل. وهناك دعوة قبل الإفطار كلنا ندعوها وكلنا يحفظها منذ الصغر: اللهم إنا لك إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا الدعاء عند السحر، يعني في الأيام العادية قد لا ينهض أو يستيقظ بعضنا في وقت السحر، أما في رمضان ترى الناس مجتمعون كلهم في وقت السحر، وهذا الوقت الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، هذا الثلث أو هذا الوقت يعني له خاصية جميلة جدا. الله عز وجل يتجلى وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. لذلك هنا يكون في رمضان القلب مع الله عز وجل متصلا مع الله عز وجل. الدعاء يكون له خاصية في شهر رمضان. وأيضا عندما تجلس إلى الإفطار هناك دعوة مستجابة، وهي بشرنا، وهذه الدعوات بشرنا بها صلى الله عليه وسلم عندما يفطر الصائم: ادعو الله عز وجل، ماذا تريد؟ هل تريد الرزق؟ هل تريد العافية؟ هل تريد التوفيق والنجاح في حياتك؟ اسأل الله عز وجل. وحتى قال بعض العلماء: اسأل الله ملح طعامك. يعني تخيل أستاذ ورد، أبسط الأمور يكون الإنسان العبد مع ربه جل جلاله. أنا برجع بأكد على فكرة فضلت الشيخ، يعني نحن طبعا مؤمنين بالله عز وجل وبالدين الإسلامي وبالشرع الحنيف، ولكن أنا بحب أخذ شوي الأمور لتناسب بعض العقول الفلسفية. فإذا فيه امتثال وتسليم لله، فأنا نصيحتي بيدك أبدا. هذا الموضوع جدا مهم، أن يوقن المرء لما بيدعو الله عز وجل دعاه مستجاب. من هذا الباب أفتح باب سؤال آخر: أنا على طول بدعي رب العالمين ولا مرة استجاب لي، كل دعواتي لرب العالمين بتصير بالضد معي. سمعان أنت فضلت الشيخ هيك كلمات وعم يشكوك العالم. نعم. هيك شكاوى: سبحان رب العالمين أنا شقي، مغضوب علي، ما بيستجب لي ولا دعاء. في دعاء لا يستجاب؟ معقول أنا أرفع إيدي لرب العالمين بهالأيام المباركة وأطلب من الله والله يرد دعوتي؟ سبحان الله، سؤال جميل جدا، وكما تفضلت يطرح علينا هذا السؤال كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ثلاث. يعني هي الدعاء أو الدعوة الذي دعاها لابد لها من ثلاث أمور. الأمر الأول: إما أن يعجل له دعوته يستجيب. ربما يتأخر، ربما في ولكن نفس الوقت ستستجاب. وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، خبي له إياها. وإما أن يصرف عنه السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إذا نستنتج من هذا الحديث أخي الكريم أن الله عز وجل كريم، فعندما يؤخر الإجابة ربما لو استجاب لك لكان أو لحل بك الضرر، فكان من مصلحتك، وهو الله عز وجل علام الغيوب، أن يؤخر لك هذه الاستجابة. من صالحك أيها المسلم أن يؤخر لك هذه الاستجابة. حلو. لذلك الله عز وجل الحكيم، عنده الحكمة. وسبحان الله، إذا يعني هناك أمور لا يستجاب بها الدعاء، في مواطن لا يستجاب بها الدعاء، كما بدأت الحديث، يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. الله يفرق بين فلان وفلان، كيف يستجاب له فلان مثلا؟ لذلك للدعاء شروط. ومن يعني الدعوات التي لا تستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكر رجلا يطيل السفر، يعني هذا كان بوقته يذهب إلى الحج راكبا ماشيا، أشعث أغبر، يعني سبحان الله تعب
من هذه العبادة يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ تمام. فإذا من شروط استجابة الدعاء أن لا أكل الحرام. صح. يا معاذ أطب لقمتك تكن مستجابة الدعوة، يعني مو تأكل أصناف الطعام الطيب، يعني إن الله طيب، تأكل حلالا، حلالا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تيسر لك. نعم. طيب ختاما فضيلة الشيخ، يعني قاطع الرحم ويدعو الله ولا يستجاب دعائه، ممكن الله عز وجل يستجيب دعائك ولكن هو كرم من الله عم يستجيب دعائك تماما، ولكن أنت خذ بأسباب الدعاء كي يستجاب. كيف نحن بدنا نعتمد منهجية للدعاء السليم؟ البعض يدعو باللغة العامية، البعض يدعو باللغة الفصحى، البعض يبدأ بالصلاة على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وينهيه بها، البعض يبدأ بالاستغفار، البعض بيصلي ركعتين لوجهه الكريم طلب حاجة أو دعاء، ما المستحب بعجالة؟ نعم، أول شيء كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل، وأن يبدأ دعاءه بالصلاة على رسول الله، وأن يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله. تمام. كما جاء في الحديث أن الدعاء محجوب، يعني لا يقبل حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أصابك أمر عصيب أو عظيم فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الرسول. إذن نبدأ الدعاء بالحمد والثناء لله عز وجل، وأن يكون المسلم على وضوء من آداب الدعاء، وأن يتجه إلى الله بقلب مخلص يقصد ربه جل جلاله، فلا ننسى أن الدعاء هو العبادة. تماماً. كما بدأت 100%. ما ضل غير نتشكرك كتير ونطلب الله من حضرتكم وكل المشاهدين ما ينسونا من الدعوات الصالحة خلال هذا الشهر الفضيل. أهلاً وسهلاً بكم. الدعاء موصول إن شاء الله، وشكراً لكم. أهلاً وسهلاً بكم. أيضاً في تطبيقات مشاهدينا على الموبايل ممكن تكون عم تحمل كتير من الدعاوى والدعوات، وممكن تذكرنا بكتير من القصص. مثل ما بنعرف نحن أنه التكنولوجيا بعدتنا عن عباداتنا وعن حياتنا الواقعية، هيك معظم الناس بيقولوا، ولكن بنفس الوقت منقدر نسخر هالتقنيات لتساعدنا بتنظيم أوقات صلاتنا، أذكارنا، عباداتنا بشكل عام. يعني خيارات ومزايا كتيرة بتقدمها تطبيقات الموبايل سواء على أنظمة أندرويد أو آي أو إس، وبتهتم بتشغيل الإنسان بذكر ربه، إن كان الاستغفار، إن كان العدادة، إن كان العبادة، مواعيد الصلاة، تحديد جهة القبلة وغيرها من التطبيقات. بهالتقرير رح نعرض عليكم 6 تطبيقات من أشهر التطبيقات اللي بتساعدنا خلال شهر رمضان المبارك.
التسامح والعطاء وتقديم يد العون والحماية خلال شهر رمضان الكريم هن أكثر الأمور يلي واجبنا نسعى لنحققهم بكل الطرق الممكنة. هذا الموضوع مرتبط بشهر الخير على مر التاريخ، لهيك خلونا نحكي اليوم عن أحد وجوه العطاء بسوريا. جمعية حقوق الطفل بسوريا هي جمعية هدفها الرئيسي تنفيذ مشاريع لرعاية حقوق الطفل وتخفيف معاناتهم وحمايتهم، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم أطلقت الجمعية مبادرة على حبه لإطعام الأسر المحتاجة. طبعاً لنتعرف أكثر عن آلية هالمبادرة صار معنا بالاستوديو عضو بإدارة جمعية حقوق الطفل الأستاذ يحيى النشواتي. يسعد مساك أستاذ يحيى، رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير، وبدي اشكركم فعليا على هذه اللفتة الجميلة منكم انه فعليا عم تغطوا هذا الامر، لانه العمل الخيري صار في له تأثير واضح بحياتنا ومن خلال خاصة بشهر رمضان. فكل عام وانتم بخير وكل عام جميع امتنا واهلينا بألف خير. امين يا رب. وضروري نضوي على الاعمال الخيرية، مو من مبدأ مثل ما عم نشوف على السوشيال ميديا انه نحن بعتذر من هالكلمة نشهر ببعض الأشخاص أو نبروز بعض الأشخاص، ولكن لنحفز أنفسنا ونحفز غيرنا أنه نعمل الخير بكثرة وبتكثيف. نحكي عن الجمعية أكثر، نعرف فيها المشاهدين. طبعاً جمعية حقوق الطفل هي جمعية خيرية أهلية تأسست بعام 2006 بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية 324. طبعاً هذه الجمعية كان هدفها الأول هي الطفل، الطفل حمايته من جميع أشكال سوء المعاملة وتأمين الرعاية الصحية والتعليم والحماية من أسوأ أشكال التعامل معه. وفعليا هذا الأمر نحن انطلقنا من هذه اللبنة الصغيرة لنغطي الطفل وأهله، يعني العائلة كلها حنشملها بهالعناية هي. طبعا من خلال هذا الانطلاق كان لازم يكون في عنا عدة محاور لنمشي فيها ونحط خطة كيف نتعامل معه مع الطفل. فعندنا خمس محاور عم نشتغل فيها لنحمي هذا الطفل من هذه الإساءة. عندنا محور طبي، عندنا محور تعليمي، عندنا محور الصحي، وعندنا محاور الترفيه والتعليم. فهذه المحاور هي اللي حتى نقدر نحققها ونوصل إلها فعليا كان في عندنا عدة مشاريع لازم نمشي فيها ونحققها مع الأهالي ومع المجتمع. أحد هذه المشاريع هي مشروع اسمه الحماية، حماية الطفل. حماية الطفل من كل هالأمور هاي، فعنا حماية، عنا مشاريع سويناها، مركز رعاية فاقدي الرعاية اللي هي تتعلق بالأطفال اللي هن نشوفها نحن بالشوارع، فنحن عم نقوم على رعايتهم وتأمين الرعاية الصحية والتعليمية. عنا مركز معهد الغزالي لإصلاح الأحداث، الأطفال اللي هن صار في عندهم جنح بحياتهم، فنحن عم نعيد دمجهم بالحياة من خلال تعليمهم وتأهيلهم ليكونوا يعني أشخاص فاعلين مصلحين في المجتمع. تمام. نحن مشرفين على معهد مركز اللقاء الأسري اللي بساحة العباسيين. وهون طبعا نحن هدفنا عم نكون من وراء الطفل لنكون نجعل منه ما نجعله سلاح بيد الأم أو الأب اللي هن في حالة طلاق. يعني مجالات عديدة عم بتكونوا موجودين فيها. نحن أكيد ضمن برامجنا بنحاول إنه نسلط الضوء على أي مبادرة أو مشروع بتكون فيه جمعية حقوق الطفل. خلينا شوي بأجواء رمضان لنستغل الوقت لحتى نحكي أكثر على المبادرة يلي عم بتكون موجودة اليوم بشهر رمضان على حبه، متوجهة للأسر المحتاجة. وخلينا نحكي عنها أكثر، هي إمتى بلشت؟ يمكن هي مو أول سنة لها صحيح؟ ولذلك حنوصل إحنا أنه فعليا هذه المبادرة أو هذا المشروع هو بلش بعام 2020. تمام. صار له سنتين فعليا بدأنا فيه. كان هدفنا الأول هو أنه نغطي نحن 1000 أسرة. اللي بيميز هذا المشروع، نحن مشاريع المبادرات كثيرة صارت طبعا. ولكن ما يميز المشروع هذا، المشروع على حبه، نحن خلينا نفكر بالمعنى شوي، انه نحن ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة ويسيرة. وقت انت بتقدم شيء من عندك وانت متعلق فيه، فهذا معناته وصلت لمرحلة عالية من العطاء. يعني انا بحب هالامر هذا ومع ذاك عم قدمه. فنحن بدنا نوصل لمرحلة المبالغة انه نحن نقدم اللي عنا شيء للناس. هذه المبادرة طبعا بعد سنتين من استمرارها كان هدفنا نحن انه نكفي العائلات، مو بس نحن برمضان نقول لهم خذوا هالسلة الرمضانية وانبسطوا فيها وبعدين طول السنة بدوروا من جمعية لجمعية ومن بيت لبيت، لا، نحن طلعنا بهالمبادرة هي لانه نكفيهم طول السنة من خلال اشتراكات. هالاشتراكات اي انسان حتى لو كان فقير ممكن يقدمها. يعني احنا تبدا الاشتراك بشهريا 1500 ليره.
ممكن يتبرع. وهذا أنا هلأ من منبر بدي يعني أطلب من الناس أنه هذا حتى هذا الاشتراكات يا ريت نحن نعود أطفالنا ونعود حالنا أنه إذا 1500 ورقة بالشهرية ما حد تكسر حدا طبعا. ولكن أنت عم تساعد بأنك أنت عم تعف أسرة ما أنه تنزل على الشارع أو تضرب تطرق الأبواب لتسأل هاد وهاد. ما يميز هذه المبادرة أنه نحن فعليا رفعنا الهدف تبعنا من 1000 أسرة إلى 5000 أسرة. ما يميز هذا الإدراك مثلا أنه نحن كنا بدأنا حاطين ب 100,000 سمن السلة، لا صارت 200. كنا نوزع السلال نحن على البيوت أو يجوا يستلموها من عنا من المسألة، هلأ صرنا نعطيهم بطاقات. البطاقة هاي بإمكانه يروح هو ينقي المادة اللي بده إياها. كان الأول أنه هو مفروض عليه دائما بدك تاخذ رز سكر مثل ما هي أنت هي فيها. طبعا مو لازمني بدك تاخذها مثل ما هي. هلأ لا عم نعطيه بطاقة. الميزة الحلوة كمان إحنا كان عنا مركز يروح إجباري لعنده، لا هلأ صار في عنا 9 مراكز موزعة على أنحاء دمشق. وين المركز اللي قريب إلك لبيتها بتروح أنت الواحد بيعرف شو ناقصه وشو فعليا. والشيء الجميل كمان إنه المراكز نحن مو عبارة عن محلات يعني عم يستنوا زبون ليأخذوا السعر بالدنيا، لا هن أصحاب المحلات عم يساعدونا بهذا الأمر، يعني عم يعطونا أسعار جملة طبعا. وبالتالي الشيء الجميل بالأمر إنه بعد ما يأخذ ويعبي بالمبلغ اللي هو جايب له البطاقة بيقول له هدول كمان من عندي أنا يعني مثل عيدية أو هيك شغلات هيك، يعني عم يطلع المستفيد معزز مكرم فعليا. بيقول لك أنا والله ما يعني غير تغيرت الأمر. كم مستفيد صار عنا؟ هلا نحن حاليا عنا تقريبا اللي وزعناه الى الان شيء 1500، يعني لساتنا عم نحاول نحن بدنا نوصل ل 5000 ان شاء الله. في عنا 1500 بطاقة ل 1500 مستفيد توزعت هلا. توزعت تمام. وقديش تم صرف هالبطاقات منها؟ هلا قيمتها نحن قيمتها 200,000. حلو. عاملين حساب لازم 5000 لازم عائلة انه يوصلها. حلو كثير تمام. إلى الآن نحن أصحاب الخير والحمد لله ببلدنا بلد الخير وبيكتروا يعني برمضان والمحفز موجود، لأنه برمضان المحفز موجود حسنة بعشرة أمثال يعني في بعدين البرامج اللي عم تطلع عن طريق التلفزيون، الجلسات اللي عم تصير من خلال المساجد، عم يكون في عندهم إنسان محفز أنه يدفع يعني قرشه. هلأ في ناس بيخبي قرشهم بيقول لك أنا بدفع زكاتي برمضان. وفعليا الجمعيات عم يكون في عنا صار في عنا شيء اسمه بنينا ثقة بيننا كجمعية، نحن أفراد جمعية بيننا ثقة بيننا وبين الإنسان المتبرع. هلأ المشكلة أستاذنا يمكن ببعض الحلقات القادمة رح نحكي مو عن الجمعيات، رح نحكي عن بعض المستفيدين، وأقول بعضهم اللي بياخذوا البطاقة بيروحوا بيبيعوها بنص القيمة لغيرهم، خود أنا ما بدي انتهات، اللي بياخذ مثل ما ذكرت بعض المواد الغذائية رز سكر سمنة زيت قلي هالقصص كلها، وكمان بيبيعها بالسوق السوداء رغم أنه هو محتاج، فهذا عمل أزمة على أزمة. لذلك يعني ما بعرف كيف بدها تنضبط هالأمور، يمكن في دور كتير كبير ملقى على كاهلكم وكاهل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمام. وبعض الجمعيات الثانية. طيب نحن كيف ممكن يتقدم لك حدا بده يتبرع وحدا بده يستفيد؟ هلا نحن طبعا الجمعية في إلى مركز، مركزنا بالمزرعة، أي تبرع بيكون عن طريق إيصالات رسمية طبعا. شيء يعني في عنا عدة مجالات، بس بما انه هلا نحن شيء بيتعلق بسلة رمضان فممكن يكون التبرع على سلة رمضان. هذا اللي ممكن ياخذ يقول انا مثلا بدي اكفي لخمس عائلات لعشر عائلات. وفيها طبعا الشيء الجميل مثل ما حكينا قبل شوي انه انا مو بس برمضان، انا ممكن اعمل اشتراك شهري، انه انا ممكن في عندنا نحن مندوبين بيدوروا، انا ممكن اخذ عنوان ببيت بمحل بكذا، ممكن اني انا ابعث المندوب لعنده وعنده اشتراك شهري يبدا ب 1500 ليره شهريا، وطبعا وحسب قدرته كل واحد. ممكن على مدار السنه نحن هالانسان اللي كان بحاجه كل صار كل شهر تجي سله كل شهر. طبعا نحن المشروع على حبه ليس متخصص بالاطعام فقط، لانه له فروع له يعني تفرعات باسمه مثلا بالحب نكسوهم لانه يعني على العيد كمان في عندنا شيء اسمه فرع الاكساء كمان يشمل هذا الشيء. في عندنا بالحب مثلا بالعطاء شفاء، بالعطاء كمان احد فروع على حبه بالعطاء شفاء. انه نحن في عنا مبادره ثانيه انه ممكن انت اللي انت رايح مثلا تزوره بالمستشفى او ما تاخذ له باقه ورد تنكب بعد يومين ثلاثه، ممكن تتبرع فيها لتبرع لعائله فقيره، انه اخي انا بتبرع 100,000 200,000 لعائله فقيره. فنحن بناخذ التبرع اللي اسمه هديه للمريض، هو بيعطيه الوصل للمريض انه انا تبرعت على نيه شفاء. لا قديش احلى فعلا. فعليا هلا الشعور اللي عم يصير نحن بدأوا الناس، أحد مزايا هذه المبادرة بدأوا الناس يشعروا بشيء اسمه لذة العطاء.
وهذا موجود عند السوريين من زمان الحمد لله. يعني مو بس الاخذ، لا، العطاء له لذة اطيب واحلى. ولذلك انا بقول لهم اوقات انه عودوا اطفالكم على العطاء. يعني هلا بيجينا اوقات على المتبرعين على الجمعيه اطفال، انه انا حابب مثلا جاي مع ابوه انه ابني باسمه سجل له ابني. ما قلت لانه استاذيه تربية. يعني مبلغ قليل عن جد ممكن يعمل فرق، او انه هو يشارك من خلاله ضمن هي المبادره. تمام. طب اليوم يمكن كثير اشخاص عم يتابعونا قد يكونوا هن من الاشخاص اللي محتاجين يستفيدوا من هي المبادره، كيف بيتم التواصل معكم من قبل العائلات؟ هلا نحن حكى الاستاذ ورد انه فينا نحن انه ترى في بعض الاشخاص عم ياخذوا السله ويبيعوها. هلا نحن في عندنا شيء اسمه التحري. يعني كيف التحري؟ انه انا ترى العائلات هي كلها بحاجه تقييم الوضع. في عندنا تقييم، يعني نحن مو اي انسان، لانه حتى ما نزعل على الباقي الناس، نحن الانسان اللي بحاجه فعليا عم نقدم له، يعني عم نبعث مثلا عنوان واعطينا عنوانك، عم نشوف انه هذا في ناس بيدلوا عليه انه فعلا بحاجه، فنحن ممكن نقدم له. هذا الامر متاح، اول شيء نحن نغطي المستفيدين عنا، بعدين متاح للمستفيدين بعد ما ناخذ منه المعلومات ونتاكد انه هذا الانسان بحاجه فعليا. مقر جمعيتنا طبعا بالمزرعه امتداد جامع الايمان عند الساحة نادي الوحدة، فبإمكانه أي إنسان بيحس إنه بحاجة إنه يتقدم، نأخذ منه المعلومات وأهلا وسهلا فيه. ومنرد عليه. نحن الحمد لله. ومنحطه بالقائمة وبيوصله سلال. إذا كان يستحق. تماما. يعني إذا كان يستحق نحن. لأنه في كتير ناس عم تشتكي بصراحة، مو بس من جمعيتكم، من كتير جمعيات إنه أوكي سجلوا بياناتنا وهذا وش الضيف. هلا في عنا نحن في عنا من إحدى الشغلات اللي منقيمها نحن الحمد لله إنه عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية صار في شيء اسمه التحقق. أوكي. عن طريق الكمبيوتر. يعني أوقات بيجينا نحن إنسان إنه أنا ما أخذت. نحن بنحط اسمه فعليا بيرجينا إنه هو مسجل بجمعية. أوكي. بجمعية كذا كذا. تمام. ففي شيء صار تحقق. أوكي يعني يعطيكم ألف عافية. يعني بنحملك أكيد تحية لكل أعضاء الجمعية، لكل المتطوعين اللي بالجمعية كمان. وبانتظاركم أكيد نحن نحكي لسه بمشاريع أخرى، بمبادرات أخرى أكيد بتكون فيها جمعية حقوق الطفل. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. رمضان كريم. شكرا كثير لكم. أمر الدين اللي كنا أنا وآية من يومين عم نتناقش فيه، بقي حدا بسوريا ما عم يحكي شو بيشرب ورد وآية على الإفطار. يلا عم نسليكم شوي. أمر الدين هو واحد من المشروبات يلي بتزين سفرة رمضان، وعدا عن مذاقه الطيب فإله العديد من الفوائد يلي بالأصل بياخدها من ثمرة المشمش المصنوعة من هالمادة، مصنوعة من المشمش بيجففوه بيمدوه وبيعملوه أمر الدين. تمام. يمكن بعيدا عن فوائده كمان ممكن الإكتار منه يعرضنا لأضرار كثيرة. خلونا نعرف كل التفاصيل عن أمر الدين مع بعض. يعني هي عطيناكم ذكرناكم لو حابين طالع اشتري فورا شي 50 60 لو حابين تعملوا امر الدين، فيعني اقتراح موفق بيكون اليوم، خاصه لما ينعمل مثل ما كنا عم نحكي على اصوله. لهون بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها، بنتمنى يا رب نكون قدمنا لكم فائده او معلومه هيك عيشناكم فيها باجواء رمضان، وقلنا موعد معكم اكيد بكره. دائما بنتمنى دعواتكم الطيبه لنا ولكل سوريا. الله يحميكم ويحمي الجميع. نلقاكم غدا.